بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني والله. عاملين ايه يا حبايبي؟ النهارده يوم جديد وحلقه جديده خطيره جدا ان شاء الله يا رب تعجبكم. عاملين وصفات سهله ولذيذه اخر حاجه. كل سنه وانتم طيبين. النهارده الجو ابتدى يدفي شويه يا جماعه، يعني المفروض ان احنا الاسبوع ده ان شاء الله درجات الحراره كده هتظبط بقى، ونقول للشتاء باي باي بقى، كفايه بقى، والله تعبنا يا استاذ شتاء. نشوفك ان شاء الله السنه الجايه، ربنا يسهل. فقولوا لي بقى النهارده، كلمونا احنا على الهوا طبعا، وقولوا لي عاملين اكل ايه النهارده، وفي الجو الحلو دوت ايه بقى افكاركم في الاكل، وانا اقول لكم عامله ايه النهارده. اول وصفه هنعمل بيتزا الجلاش، وصفه حلوه جدا وسهله قوي. لفه جلاش وشويه حاجات بسيطه تعملي اكله تجنن، تنفع دلوقتي وتنفع كمان لو ناويه تعملي حاجه كده في رمضان، عزومه ولا حاجه، تعمليها طبق جانبي كده، العيال هيحبوها قوي وهتبقى الدنيا معاكي زي الفل ان شاء الله. وهنعمل وصفه تانية ظريفه جدا، هنعمل عجينه الباتون ساليه. ده بقى لذيذ بقى، الحقي اعملي شويه كده عشان ايه، الشاي بلبن قبل رمضان برضو، يعني فاضل لنا لسه اهو كام يوم. اعملي شويه باتون ساليه كده في البيت، لذيذ يا جماعه، لذاذه مش معقول. يتغمس بجبنه خطير، يتحط في شاي بلبن كده، نسقيه في شاي بلبن رائع، حاجه كده سهله جدا وان شاء الله يعجبكم. بس قبل ما نخش في المقادير، فاصل بسرعه جدا ونرجع نخش على طول في بيتزا الجلاش. خليكم معانا بعد الفاصل. انا جيت. هنعمل دلوقتي اول وصفه، واحنا يا جماعه على الهوا، كلمونا. استاذه سمر من فضلك، استاذنك يعني، الارقام. ايوه، اتصلوا بينا يا جماعه، قولوا لنا عاملين اكل ايه النهارده، وقولوا لي ايه رايكم في اللي انا بعمله النهارده، وقولوا لي هتعملوا ايه بقى في رمضان، وايه رايكم في الجو كده. بصوا يعني مستنياك، وحد اي حد عنده اي سؤال تحت امركم. واقول لكم الاول مقادير بيتزا الجلاش ايه بقى. معايا لفه جلاش، دي اول حاجه طبعا، تمام. هنحتاج معاها بقى ايه في الحشوه؟ لحمه مفرومه معصجه، اسهل حاجه موجوده عندنا كلنا في البيت. عايزه تغيري الحشوه مثلا بميكس جبن مع حتت بسطرمه وفلفل الوان بس، هيبقى حلو جدا. انا هحشيها شويه لحمه مفرومه، وهحط كمان مع اللحمه المفرومه حتت كده من البسطرمه، وتبقى هي دي الحشوه بتاعت الجلاش. معايا كمان فلفل رومي بقى الوان متقطع شرايح، عشان نحطه على وش الفطير، على الجلاش قصدي، عشان يبقى شبه البيتزا يعني، تمام. معايا برده ممكن نحط بصل شرايح لو تحبوا، بس انا مش هحط بصل. ممكن تحطوا جبنه رومي مبشوره، جبنه موتزاريلا طبعا، معانا زي ما قلت لكم بسطرمه، شرايح من الجبنه الشيدر ممكن تحطوها برده على الوش او في الحشوه من تحت، براحتكم خالص. هنحتاج بقى ايه، ما بين الرقات ندهن خليط كده مع بعض، عباره عن سمنه سايحه وبيضه ولبن. التلاتة دول كده مع بعض هنحطهم، تقريبا 3 معالق كبار من السمنة السايحة، عليهم بيضة واحدة، وتقريبا نص كوباية لبن. هنحط دول كده مع بعض ونقلبهم كويس قوي، عشان ندهن بيهم رقات الجلاش واحنا بنحطهم طبقات فوق بعض. وكمان هنضيف معاهم نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. يعني المكونات دي كده، اللبن والبيضة والسمنة والبيكنج باودر، علشان ندهن بيهم رقات الجلاش، تمام. هنعمل صوص بقى لطيف، صوص البيتزا ده اللي هو هنحطه على الجلاش من فوق عشان يبقى شبه البيتزا بالظبط. معايا طماطم، معجون صلصة طماطم، تقريبا معلقتين كبار من معجون صلصة الطماطم، معلقة كبيرة من البصل البودرة، معلقة كبيرة من الثوم البودرة، معانا كمان بابريكا، زعتر، وممكن نحط زيت زيتون أو نحط زيت عادي، ممكن كمان معلقة مية. عايزة تحطي روز ماري كمان معاه، يبقى خطير عشان يديكي تاتش كده ايه، البيتزا بس. وندهن الجلاش بقى بالصوص دوت كأنه بيتزا بالظبط، ونحط عليه بقية المكونات من فوق وبس، خلاص. وصفة خطيرة جدا وسهلة جدا، إن شاء الله يا رب تعجبكم. أنا عايزة إيه، أعمل صوص البيتزا عشان يلحق يهدى شوية كده ويبرد، وعايزة أجيب لكم برضو الصينية اللي أنا هعمل فيها بيتزا الجلاش. ناخد الصينية دي أهو. معانا نورة، يا نورة صباح البيتزا. صباح البيتزا بالجلاش، وحشتيني يا نورة والله. عامله ايه؟ انت عامله ايه يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ انا بسال عليكم، انا بسال عليكم وانت ما بتسالوش عليا. لا ازاي بقى يا نوره بقى، ده انا عرفتك علي طول، اول ما قالوا لي نوره قلت هي يا نوره بتاعتنا. ما بتسالوش عليا اهو. لا يا حبيبتي، عامله ايه، اخبارك ايه؟ بقى. لا ما اقدرش على زعلك ابدا، كل سنه وانت طيبه. حبيبتي الله يخليكي. ايه كنت مختفيه فين طيب، ما تقولي لي بقى كل ده كنت فين؟ مشاغل بقى. اه طيب، لا ما تغيبيش علينا بقى يا نوره بقى، ها؟ وفي رمضان ده هنستنى تليفونك على طول. انت هتبقوا في رمضان الصبح كده في الميعاد ده؟ ان شاء الله، يعني هنقول لكم كل التفاصيل ان شاء الله في الايام اللي جايه، هتعرفوا كل حاجه.
عشان تتابعونا بقى. انا طلبت منك اخر مره طريقه اللي هي العجميه بتاعت الكحك. العجميه بتاعت الكحك اللي انا قلت لك ان انا مش فاكراها، صح كده؟ انت قلت لي بعد الفصل هقول لك وما قلتلكيش، صح؟ يا نوره قلبك، مش ها يا نوره فاكره لي ال انا عدت. حاضر يا نوره. انا عايزه بقى الفول المدمس. علمتي عليا يا نوره، عايزه الفول المدمس؟ ايوه انا عايزه الاثنين دول بس دلوقتي بقى. دلوقتي بقى؟ طب ازاي؟ هقول لك ده الفول المدمس ده خطوات خطوات، بس احنا عايزين نعمله. ما تتابعينا كده يا نوره اليومين الجايين دول وانا هظبطك يا نوره. الله، ها؟ حبيبة قلبي أنا بحبك، ومن فضلك كلمين على طول بقى لو سمحتي، ما تغيبيش علينا. أنا حطيت الخليط كله مع بعضه، البيضة أخفقتها كويس جدا، وحطيت اللبن والسمنة والبيكنج باودر. حلو كده، ده الخليط اللي أنا هدهن بيه، ومحضرة الفرشة كده أهو زي الفل. عايزين نعمل صوص البيتزا، هنحط معجون صلصة طماطم زي ما اتفقنا أهو، البصل البودرة، الثوم البودرة، البابريكا، والزعتر، وشوية كده من زيت الزيتون، معلقة كده كبيرة، وطبعا هنحط ايه، ملح وفلفل. تقدروا تحط اي زيت تاني طبعا، مفيش مشكلة، ده كده كده جلاش يعني، بس احنا يعني عاملين بيتزا يعني. وملح كده، ونقلب الكلام الحلو ده. ومعانا رنا. يا رنا ازيك يا ست مريم؟ اهلا يا حبيبتي، ازيك؟ كل سنه وانت طيبه. طيبه عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، تسلمي يا رب، زي الفل، نحمد ربنا. قولي لي عامله اكل ايه النهارده يا رنا؟ احنا عاملين ايه؟ سمك. سمك، يا سلام يا سلام. طب تلحقوا بقى تدوسوا في السمك بقى قبل رمضان، صح كده؟ ايوه. كنت عايزين تعملي لنا السمبوسك بقى في رمضان ان شاء الله والعشاء. حاضر طبعا، ده كل الحاجات هتتعمل، امال ايه، تحضروا نفسكم. اخت عايزه اتكلم على حضرتك. اديهاني. الو، اهلا وسهلا، عامله ايه؟ ازيك، عامله ايه، اسمك ايه؟ رؤى. اهلا يا رؤى، يا قمر، اخبارك ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله، كل سنه طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي، تسلمي يا رب، تسلمي بالهنا والشفا. السمك بقى، عايزين حاجات بقى احلى في رمضان طبعا، وهنعمل حلويات وحاجات وحركات، انتوا تابعونا بس كده في رمضان، وربنا يستر، ربنا يستر يعني. حبيبه قلبي تسلمي لي، ميرسي على تليفونكم يا بنات، يا سكر، نورتوني يا حبايبي. انا خلاص كده صلصه البيتزا خلاص طفيت عليها بس، ولا اي حاجه تانية. وهنا في الصينيه اللي هعمل فيها الجلاش دهنتها دهنه زيت خفيفه بس كده في الاول، وابتدي بقى احط الايه، الجلاش، وايه، واتنيه كده على بعضه، نصه كده اهو، وناخد الخلطه اللي احنا ضربناها دي، وايه، وندهن كده رقات الجلاش بالسمنه واللبن والبيضه والايه والبيكنج باودر كده، وناخد الرق اللي بعده كده اهو، نتنيه كده لجوه، وما بين كل رق والتاني ندهن الدهنه الايه، الخطيره بتاعه ايه، السمنه والبيضه والبيكنج باودر والايه بقى كمان، انا حطيت ايه تاني، واللبن. ايوه، مش ممكن، انا بنسى بشكل مش عارفه ايه اللي حصل لي والله، كنت زمان بفتكر كل حاجه، معرفش هل السن بقى مثلا، مش عارفه. حطي بقى طبقات من الجلاش مثلا، أربعة مثلا، وبعدين الحشوة، وأربعة تاني، أو عايزة تزودي أكتر، خمسة، بصي براحتك خالص كده. ومعايا بقى إيه، الحشوة، لحمة مفرومة، هنحط كده إيه، اللحمة المفرومة، بلاش نكتر قوي يعني عشان تبقى أحلى، اللحمة المفرومة لما بتبقى كتير ما بتبقاش أحلى حاجة بصراحة. ومعنا كده حتت من البسطرمه برضو كده نحطها مع اللحمه المفرومه، وشويه جبنه. ومعانا علياء. الو يا لولو. ازيك يا شيف مروه؟ اهلا وسهلا يا حبيبه قلبي، ازيك؟ بحبك كده حبيبتي. كل سنه وانت طيبه. انت طبعا كلها. حبيبه قلبي، ده انا اتشرفت قوي قوي. ايه الاخبار، اخبارك ايه، كله تمام؟ قولي لي عامله اكل ايه النهارده يا لولو؟ عامله فلوس دجاج مصريه بس كنت حباكي تقولي لي طريقه مختلفه كده. انا مش سامعاكي خالص، ايه؟
انا مش عارفه، مش سامعه هي قالت ايه يا جماعه، حد سمع؟ هي هو التليفون راح فين؟ هو راح فين؟ الفراخ المشويه، قالت الفراخ المشويه؟ متاكدين؟ صدور الفراخ المشويه؟ الصدور الفراخ المشوية تقدري تتبليها أي تتبيلة في الدنيا هتنفع، وممكن ما تتبلش أصلا خالص، بس أنا هقولك على تتبيلة لطيفة جدا للفراخ المشوية. أنت ممكن أو الوراك بقى، بصي يا سلام الوراك بقى أحلى من الصدور، بس برضو براحتك. ملح، فلفل، بصل باودر، توم باودر، كل ده على الفراخ. لو عندك خل بلسمك يا عيني يا عيني على جماله، حطيها معلقه كبيره كده على مثلا وركين ثلاثه او صدرين ثلاثه من الفراخ، الخل البلسمك والملح والفلفل والبصل، البصل البودر والثوم البودر، ودعكيهم كده مع بعض، وفي جريل سخن جدا على النار فيها بس كده مسحه زيت، وسوي الصدور. او عايزه تدخليها الفرن على درجه حراره 200 في الرف اللي في النص لمده 20 دقيقه مثلا، هتطلع معاكي خطيره. اول ما تطلع او حتى لما تشويها ابقي غطيها كده شويه بالالمنيوم فويل لمده 3 دقائق بس، تعرق كده وتبقى لطيفه، مش هتنشف معاكي وهتبقى حلوه جدا ان شاء الله. اهو كده انا ايه بقفل بقى صينيه ايه البيتزا الجلاش الحلوه دي، وادهنوها حلوه قوي يا جماعه خصوصا الاطراف كده اهو. ومعانا رحاب. الو الو، اهلا اهلا، ازيك يا روحي؟ ازيك يا فندم؟ حبيبتي عامله ايه؟ انا بحبك قوي قوي والله العظيم. يا رب يسعدك وانا بحبك اكتر. كل سنه وانت طيبه. الحمد لله كويسه، كل سنه طيبه. وانت طيبه يا حبيبه قلبي، ربنا يخليك يا رب. قولي لي عامله اكل ايه النهارده؟ لا لسه متابعه الحلقه واشوف بعمل ايه. ايوه. ربنا يقويك، ربنا معاكي. امين. جاهزه رمضان بقى ولا ايه الاخبار؟ اه طبعا جاهزه. صح. ربنا يستر بقى، انا هقعد اعمل لكم حاجات بقى ايه هنروح فيها ورا الشمس ان شاء الله. ربنا يستر طبعا. اي حاجه بتعملها تبقى حلوه. حبيبتي كلك ذوق يا حبيبتي، تسلمي لي يا رب. تسلمي لي. جميل. عندك اي سؤال؟ ممكن عايز على حماتي ومامتي. طبعا يلا قول يا عم، ظبط الدنيا، يلا قول اللي انت عايزه. بقول لهم كل سنه وهم طيبين وانا بحبهم جدا جدا. حبيبتي وبشكر حماتي جدا لانها جابت لي احلى واحد في الدنيا. يا حبيبتي. حبيبتي يا رب يساعدكم يا رب ويهنيكم يا حبيبتي، ويوصل ان شاء الله كل الاهداءات الحلوه اللي انت بعتيها لهم دي توصل لهم طبعا يعني. حبيبتي ربنا يا رب يساعدكم. بص انا قفلت اخر الرقاقيه، رقاقيه جلاشيه قصدي، اه جلاشيه بس خليتها لجوه كده، بصوا وشكلها حلو جدا وخطيره. طب هنعمل ايه بقى؟ معانا بقى الصوص البيتزا ده الحلو ده اللي احنا هنخليها بقى ايه وشها يعني بيتزا، هنفرده كده اهو بالشكل الحلو ده اهو. بصوا على كده ايه الجلاش من فوق بس كده. معانا بقى ايه فلفل الوان، معانا جبنه، معانا بسطرمه. تعالوا ما نحط شويه بسطرمه الاول كده من فوق كده، وهنحط كمان الفلفل. معانا منى. الو يا منى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حبيبتي ازيك عامله ايه؟ حبيبه قلبي الحمد لله، تسلمي. الحمد لله. كل سنه وانت طيبه. انا دلوقتي اتعمل لي حادثه حبيبتي، واسمه ايه ده اهو، وبقيت مشلوله ايدي ورجلي، مركبه شرايح ومسامير حبيبه قلبي. ونفسي ومر عيني ان انا الرئيس السيسي يعالجني. نفسي حبيبتي حبيبتي. بصي ان شاء الله ربنا لوحده اللي عالم بيا. حبيبتي حبيبتي بعد الشر عليكي، والف الف سلام عليكي، الف الف سلام عليكي. ان شاء الله ان شاء الله البرنامج يعني يوصل لكل الناس، انا عارفه الناس كثيره جدا بتتابعنا وبتتفرج على البرنامج، وان شاء الله صوتك يوصل لهم يا حبيبه قلبي. من فضلكم يا جماعه خدوا رقم تليفونها لو سمحتوا في الكنترول. الف سلام عليكي حبيبتي، الف سلام. ممكن كمان تحطوا شرايح طماطم لو تحبوا، يعني لو تحبوا كده. ونحط بقى ايه جبنه كده، جبنه الشيدر على الوش، وكمان جبنه موتزاريلا، وتدخل الفرن. هذه الايه البيتزا الجلاش الحلوه قوي، تدخل فرن سخن درجه حراره 200 في الرف اللي في النص، هتاخد لها تقريبا 35 دقيقه لغايه بس كده ما الجلاش يستوي والجبنه الحلوه دي تسيح كده والكلام الامور ده، بتطلع بقى خطيره.
بتاكلي فطيره كده على بيتزا، بص طعمها لذيذ لذيذ، وتقدروا طبعا تضيفوا لها اللي انتوا عايزينه، سواء اذا كان مثلا فراخ بدل اللحمه المفرومه، ممكن تحطوا سجق، ممكن تحطوا مشروم مع السجق مثلا، حتت من الفلفل الالوان متقطعه صغير برده في الحشوه، وبتطلع خطيره زي ما انتوا شايفين كده، وهميه، بتبقى طريه مش ناشفه. طعم البيتزا فيها حلو قوي، وطعم الجلاش فيها خطير. جربوها كده وقولوا لي ايه رايكم، وانا هندخل دي الفرن ولم اشيائي، ونرجع بعد الفاصل اقول لكم احلى طريقه واسهل طريقه للباتون ساليه، وهستنى طبعا تليفوناتكم، فخليكم معانا بعد الفاصل. هنعمل دلوقتي الباتون ساليه، جميل جمال واحلى من اللي بناكله من بره، وسهل جدا. مقاديره كلها هتلاقيها عندك في البيت، وسهله جدا. احنا طبعا معاكم على الهوا، فكلمونا بقى، الحقوا نورونا كده بتليفوناتكم. نقول المقادير، بصوا معايا 3 كوبايات من الدقيق، دقيق ايه؟ دقيق اي حاجه مش مشكله، 3 كوبايات من الدقيق، تمام. هنحتاج عليهم معلقه كبيره من السكر، معلقه كبيره من الخميره، تمام. 3 كوبايات دقيق، هنحط عليهم رشه ملح، وعليهم معلقه كبيره سكر، معلقه كبيره من الخميره، هنحط كمان نص كوبايه من السمنه السايحه. نفس الكوبايه اللي انا عيرت بيها الدقيق هي اللي انا هحتاجها في عيار السمنه او اي مكون تاني هستخدمه في كوبايات، فاهمين قصدي؟ فالسمنه محتاجين نص كوبايه من السمنه، وهنحتاج كوبايه زيت، تمام، وشويه ميه دافيه كده للعجن. هنحتاج الميه دي حسب ما العجينه تلم معانا، وبعد كده نشكل بقى عجينه الباتون ساليه. ومعانا بقى حبه البركه، معانا سمسم، معانا كمون، براحتكم خالص علشان تدحرجوا كده الباتون ساليه فيه ويدخل الفرن، وحاجه بقى خطيره، وصفه سهله جدا وظريفه جدا جدا، ان شاء الله يا رب تعجبكم. عايزين نجيب بقى بوله هنا كده حلوه، ونحط الدقيق، نحط عليه رشة ملح، ونضيع الملح كده في الدقيق كده اهو، ونحط الخميرة والسكر، ومعانا السمنة، نص كوباية سمنة سايحة كده، معانا هديل. يا هديل، هديل ولا هدير؟ قولي لي يا هديل، هديل باللام ولا بالره؟ بالريح. هدير، الله، ازيك؟ عامله ايه يا روحي؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله، كنت طيبه. وانت طيبه يا روح قلبي، يا سكر، يا عسل. قولي لي، عارفه النهارده هتتغدي ايه ولا لسه؟ هتتغدي ايه النهارده؟ اكل محشي وفراخ. الله 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 الله، يا نهار ابيض. ممكن اجي اتغدى معاكي يا هدير لو سمحتي؟ ماشي، اتفضلي. افتحي الباب يا هدير، انا جايه. حاضر. حبيبة قلبي، يا سكر، يا عسل. قولي لي، عندك أي سؤال؟ كنت عايزة أقول لك كل سنة طيبة. حبيبة قلبي وأنتِ طيبة يا سكر، أنا بحبك أوي يا هدير، واسمك عاجبني أوي أوي. ربنا يخليكي. والله يا روح قلبي، إن شاء الله في رمضان بقى هتصومي بقى طبعًا، أكيد. هنعمل بقى وصفات حلوة جدًا سهلة، عشان أنتِ كمان تقفي تساعدي ماما في المطبخ، إيه رأيك؟ ماشي. اتفقنا؟ اتفقنا. كلميني على طول. حاضر. باي باي يا روح قلبي. باي باي. باي باي يا حبيبتي. انا حسيت ان العجينه محتاجه شويه دقيق كمان، فضفت لها كده حبه دقيق برضو. لو حصل معاكي الحركه دي، ضيفي كده دقيق لغايه لما تلاقي الدنيا لمت معاكي وظبطت. عايزه اجيب بقى الميه، هنحط شويه ميه كده بالتدريج لغايه ما نلاقي العجينه ظبطت معانا. ميه دافيه طبعا عشان العجينه فيها خميره. معانا مين؟ معانا ام سلمى. الو، ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا حبيبه قلبي، ازيك؟ عامله ايه؟ يا رب يسعدك يا حبيبتي، زي الفل، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا قلبي حبيبتي، ربنا يسعدك. قولي لي، عامله اكل ايه النهارده؟ ايه؟ عامله اكل ايه النهارده؟ عامله بانيه. يا عيني يا عيني، لا انا والشفا. الله يخليك. تسلمي لي. قولي لي، عندك اي سؤال؟ عينيا، اموري. بقول لحضرتك. قولي يا حبيبتي. عايزه المكرونه البشاميل، انا بعملها على طول. حلو. بس عايزه اضيف لها، يعني دي اول مره اضيف لها جبنه موزاريلا. كويس. احطها
احط لها على الوش مثلا او ولا احطها بعد الحشوه؟ لا بصي، في الاثنين هتبقى حلوه قوي. لو حطيتيها فوق الحشوه وانتي بتقطعي المكرونه البشاميل هتلاقيها بتشد كده في الحشوه. عايزه تحطيها على الوش بس براحتك، هي في الاصل بتتحط على الوش بس تمام، علشان تعمل منظر حلو لصينيه المكرونه. انت بقى تبقى على الوش، اتبقى يعني هيتبقى معاكي تاني جبنه وظريفه، يبقي حطي برده شويه في الحشوه، هتبقى فظيعه بقى، تبقى من جوه بتمط كده خطيره. وتجربيها ان شاء الله بالهنا والشفاء. الله يعينك. تسلمي يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه. انا اهو بحط كده ميه، عايزه العجينه تبقى ايه طريه معايا عشان تبقى سهله التشكيل ونشكلها مع بعض على طول كده. هي ما بتتعجنش كتير، مجرد ما بتلم خلاص اهو. انا حاساها بصوا لسه بتفتفت ازاي، فمحتاجه لها برضو ميه زي ما اتفقنا. الميه محتاجينها تكون ميه دافيه عشان العجينه فيها خميره بس كده. احنا عندنا فاصل ولا ايه يا استاذه سموره؟ طب معانا استاذ محمد قبل الفاصل. الو، اهلا وسهلا يا فندم، ازاي حضرتك؟ الله يخليك، كل سنه وحضرتك طيب. كنت بالصحه والسلامه يا فندم، الله يخليك. عايز مقادير البطاطس ليه لو سمحت؟ عينيا، هننزلها حالا لحضرتك دلوقتي. نورتنا يا فندم، شكرا جدا. بصوا انا بعمل لها كده ايه اختبار علشان اشوف كده هتتبرم معايا ولا هتتكسر. بصوا لو لسه بتتفتفت يبقى معناها، بصوا كده ايه معناها، لسه ايه محتاجه ميه، محتاجه سائل. هنفضل نزود لها كده ميه بالتدريج لغايه ما الاقيها ايه. حاضر يا استاذه سمر، ميه بالتدريج لغايه ما الاقي العجينه بقت معايا ايه عجينه كده طريه، اعرف اشكلها واعملها باتون سالي حلو جدا. فاصل وانا هقعد اعجن فيها وازود شويه ميه دافيه بشويه لغايه ما نرجع بعد الفاصل اوريكم شكلها بقى عامل ازاي ونشكلها بقى مع بعض. خليكم معانا. انا جيت اخر فقره للاسف، للاسف يا جماعه، معرفش الحلقه الهوا بتخلص معاكم هوا. الحقوا كلموني قبل ما البرنامج يخلص. بصوا انا ايه زودت ميه زي ما قلت لكم شويه بشويه لغايه لما بقت ايه عجينه كده طريه معايا ولطيفه جدا، مش محتاجه غير انها تقعد كده تخمر شويه عشان احنا حاطين لها خميره. تغطيها وتركنيها كده لمده نص ساعه، ساعه الا ربع، تلاقي شكلها اختلف كده وتخمرت وبقت ظريفة جدا. نبتدي نشكلها بقى تشكيلة الباتون سليم. انا معايا عجينة خمرانة اهي، هنجيب قرمة العجين والصينية اهي، قرمة العجين الحلوة. وتعالي يا صينية، صينية كده مدهونة زيت عليها ورق زبدة علشان ايه مفيش حاجة تلزق خالص ان شاء الله. حط كده القرمة الحلوة دي، وناخد بقى من العجينة بقى ايه الخمرانة الخطيرة دي كده. ممكن بقى ايه يعني تقطعي منها وتكوري على طول، تعملي الباتون ساليه كده، ومن جوه بقى البرة، فاهمين قصدي؟ اهو من جوه كده البرة، حاولي كده يبقى رفيع وجميل كده اهو بالشكل الحلو ده تمام. عايزين بقى ايه نحط عليه سمسم من فوق، فهنقوم بقى ايه ملزقينه كده بالسمسم بالشكل ده، فاهو هيبقى كده، ونقوم حاطينه في الصينيه بالشكل ده. هي دي اول واحده. ممكن ناخد واحده كمان نحط لها ايه الكمون، كمون حصى طبعا كده من جوه لبره عشان تتفرد معاكي حلو من جوه لبره اهو بس كده اهي. ناخد الكمون ونحطه فيها برضو كده اهو اهو، شايفين؟ هاتيها لنا يا استاذه سموره لو سمحتي اهو. يوه وقعت اهو، حطها في الصينيه بقى اهو. نعمل واحده كمان بحبه البركه. فرن بقى سخن درجه حراره 180 في الرف اللي في النص. هنسيب الباتون ساليه دوت احنا بنتكلم تقريبا 10 دقايق ربع ساعه
تابعيه طبعا علشان تبقي واخده بالك منه ومن شكله عامل ازاي. معانا كده حبه البركه برضو بس كده اهو، ونحطها برضو. حاولي بقى على قد ما تقدري كده ايه يكونوا كلهم مقاس واحد اهو، اللي بالسمسم واللي بحبه البركه واللي بالكمون، شكلهم لطيف جدا. تدخلوهم الفرن، احلى باتون سليب، عجينه بسيطه جدا ومقادير سهل لذيذ قوي قوي قوي. ان شاء الله تجربوه يعجبكم. عايز بقى كوبايه شاي بلبن قبل رمضان، ايه جبنه بقى، انا بحب قوي كده ايه اغمسه بالجبنه، جبنه اسطنبولي مثلا ولا حاجه، بيبقى خطير. ان شاء الله يعجبكم وتجربوه بالف هنا وشفا يا رب. الحلقه خلصت للاسف. احنا معانا اي تليفون او حاجه؟ خلاص كده معانا مين؟ طيب ماشي، استاذ عمار. الو الو، اهلا يا استاذ عمار، ازيك؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيب. انت بتتفرج عليا يا عمار؟ والله والله. ايه رايك طب في اللي انا بعمله ده؟ حلو حلو قوي بجد. والله حبيبي. هتاكل ايه النهارده؟ عارف ايه؟ عارف هتتغدى ايه النهارده؟ ايه ايه؟ ما انا ما اعرفش، انت اللي تقول لي بقى، انا مش عارف منين. هتتغدى ايه؟ الو. ايوه انا سامعاك يا عمار، قول لي هتتغدى ايه النهارده؟ محشي. محشي يا ولد يا عمار يا ولد، ممكن اجي اتغدى معاكم؟ ممكن. قول لي عندك اي سؤال؟ عاوز بس طريقه البلح الشام. عايز بلح الشام؟ بقى ده انت يا عمار شكلك اكيل قوي. احنا هنعمل بلح الشام والزلابيا والبسبوسه والكنافه، وهنعملهم بقى بطرق كتير كده ان شاء الله في رمضان بقى يا عمار بقى. فاتفرج عليا عشان اقول لك هنعملهم ازاي باشكال حلوه كده ومقادير بسيطه هتعجبك جدا، وتخلي ماما تعملها لكم بقى. كل سنه وانتم طيبين يا حبيبي، عسل. الحلقه خلصت، عملنا اول وصفه مع بعض، الجلاش البيتزا، وصفه سهله جدا ما فيهاش ابدا اي حاجه، خطيره وما خدتش وقت وهتعجبكم قوي. والوصفه الثانيه عملنا الباتون ساليه اللذيذ ده، برده وصفه سهله جدا وخطير، تعمليه في البيت تنبسطي بيه كده قبل دخله رمضان، برده تقعدوا تقرقشوا كده وتظبطوا الدنيا، عشان احنا في الاسبوع ده المفروض ما نطبخش يا جماعه، انتوا عارفين احنا المفروض في اخر اسبوع ده المفروض ما نطبخش، عشان احنا هنطبخ في رمضان بقى، فنعمل الحاجات اللي هي سهله دي، ولا ايه الحكايه، ولا ايه رايكم؟ ان شاء الله يا رب تكون الحلقه عجبتكم. شوفوني كل يوم الساعه 1 على قناه النهار ان شاء الله، وهنقول لكم مواعيد رمضان، هل هتبقى برده الساعه 1 ولا هيحصل تغيير ولا ايه، هنقول لكم كل حاجه ان شاء الله. انا بحبكم جدا، وكل سنه وانتم طيبين. باي باي.